على السلامة. كمان ليش ما خبرتني؟ ليش موبايلك خارج طاقتي؟ ما في شيء، ما في شيء، إصابة صغيرة، لا تكلم. كيف ما أكل هم كمان؟ كيف ما أكل هم؟ ليكني قدامك ما فيني شيء، شو بكي؟ أنا تعبان بدي فوت ارتاح. مدام رنا؟ نعم. من شان عزه شو ناوي تساوي؟ ولا شي. لهلأ الوقت بيصالحنا، وعزه ما تحقق معه ولساته بالمستشفى. عزه الله يرحمه. أوكي مدام، بالإذن. هذا الدكتور رخيص، مفتاح المصاري ونسوان حلوين مثلك. مفهوم، بس هو دكتور شو؟ دكتور بمشفى الأورام السرطانية، وكل المواد اللي منحتاجها بيقدر يأملنا إياها إذا مشيت الأمور صح. أنت بتعرفه منيح؟ لا، ولا بدي أعرفه. تعاملنا معه لفترة قصيرة عن طريق شاب كان بيشتغل معي، وهلأ أنت اللي رح تكوني صلة وصل بيني وبينه. في خطة معينة براسك؟ في، بس لسه بكير شوي. اوكي. الو، كيفك؟ عطلتك عن شي؟ خير في شي دكتورة؟ لا، بس حبيت اطمن عنك، حسيتك امبارح طلعت مالك على بعضك. لا 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 تهكلي هم. المهم انت بخير، فيني اشوفك بعد شي ساعة؟ ايه طبعا ما في مشكلة. اوكي. مو معروف امتى رح نرجع على الشغل من جديد؟ لا، قال ننطر تليفون من حضرته. اوكي، معناتها رح نرجع نواجه المكافحة. ايه، بس هالمرة في متغيرات جديدة بالموضوع. كيف يعني؟ المحقق كمان. شو بالمحقق بطيخ؟ الأغا طلب مني انه ما يكون في اي اصطدام معه، وقال انه خط احمر ممنوع حدا يقرب منه. بده يحمي ألد اعدائنا الأغا تبعك؟ انا مثلك استغربت، بس هيك طلب. ما كملت أكلك، وين رايح؟ ألو. كنت عم تفتل بالسيارة، قلت لحالي إذا فاضية ننزل نشرب شي. فاجأتني، كنت مخططة ما أطلع اليوم من البيت. على راحتك، بس يعني قلت بكسب شوفتك. يعني كل هالقد مشتاق لي؟ ايه كل هالقد. طيب امري لله، مننزل. وين بتحب شوفك؟ اذا بتحبي بمرق باخدك من شي مكان. لا ما في داعي، بفضل اجي لوحدي. شو رايك بعد ساعه بشوفك بنفس البار؟ اوكي منيح، رح كون بانتظارك. اوكي، باي باي.
بدك نضل نفتل بالسيارة؟ مو جاي على بالي اقعد بالمكان. مو جاي على بالك ولا مو حابة حدا يشوفنا سوا؟ لا مو هيك القصة، ليش حتى ما اكون مو حابة؟ ما هو مكان عام. بس هيك مخنوقة من الأماكن العامة. معك حق. يا ستي في مكان أنا بروح عليه كثير بحبه. أطلالته على البلد. عازبك نشرب قهوة هنيك، شو رأيك؟ حلوة الفكرة، موافقة بس أنا عازبتك. موافق؟